أتيت بشيء عجيب جدا أيضا، ها روجته بطريقة تحتاج لمن يدقق عليك تدقيق يسير. تقول أن هؤلاء ظهروا بحكم أخذوه من دولة أخرى، وهذا يعتبر من التخابر من دولة إلى دولة، اللي هو القتل تعزيرا. لمن لمن لمن؟ تقول لهم لمن لمن لمن؟ لمن لمن قال قولا خالف فيه. من أين هذا؟ والله الذي لا إله إلا هذا لا يوجد. أتحداك أن تأتي بنص من جهة معتبرة قالت الذي يخالف رأيي يستحق القتل تعزيرا، ما يوجد الكلام. ما أدري أنت تتخيل شيئا أو أنك تتعمد إفهام الناس أن فعلا هناك من قال أن الذي يخالف في الرأي يقتل، ما يوجد هذا. ائتني بأحد نص على هذا الكلام، هذا مجنون ولا عاقل اللي يقول هذا الكلام؟ إن خالفتني قتلتك، هذا ما يقوله عالم ولا جهة معتبرة ولا دولة ولا وزارة ولا هيئة، بل ما يقول حتى أنصاف العقلاء أن تخالفني تستحق قتل تعزيرا، هذا باطل كلام. لكن القتل التعزير، إيش معنى القتل التعزير؟ التعزير عقوبة يقدر الحاكم أو نائبه من القضاة ونحوهم مناسبة للجرم الذي قام به هذا الجاني. إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فهذا إذا كان مفسدا، عنده أفكار، عنده اعتقادات، كالذي أرسل بعض الشباب من هنا وهناك للتفجير والقتل والسفك. يعني واحد عنده فكر يحرض شابا يأتي من بلد أخرى يدخل إلى الكويت ويدخل المسجد ويفجر يقتل عشرات الناس، هذا إذا حكم عليه بالتعزير قتلا أحسننا ولا أسأنا؟ بل من قاله يقتل تعزيرا هذا أحسن ولا أساء؟ بل هذا حفظا لك أنت وغيرك أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أما أن تخترع شيئا بالخيال أن أي واحد يخالف يقتل تعزيرا، من قال هذا الكلام؟ أول شيء اثبت أن هناك من يقول من خالف فلانا يقتل، ما في حد يقول هذا الكلام أصلا. ما تستطيع كل واحد يخالف تقتله، ما في أحد في الدنيا يقتل كل مخالف، ولا حتى صدام حسين كل واحد يقتل ما تلحق أصلا. لكن قالوا الذي يسعى في الأرض فسادا ويثبت عليه أن حرض الشباب، أن دخل الناس في متاهات، أن صار على كلامه، على فتاواه، على تخطيطه، على مخابرته مع الآخرين، صار هناك فساد، هناك قتل، هناك السفك، أرسل الشباب إلى أماكن الفتن وحرض على ولاة الأمر، وكان يخطط للانقلاب ويعمل مظاهرات ويعمل ويعمل، ثبت عليه تهم كثيرة من فمه يدينونه، من أفعاله، من إثباتات أنه مفسد، أنه فعل وفعل وفعل، يصدر في حكم بعد التحقيق وبعد المحاكمة أنه يقتل تعزيرا. أما لمن 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 خالف يقتل، هذه كبيرة، هذه ما قالنا لمن خالف. لا يا أخ عبيد، يا دكتور عبيد، لا تروج كلاما بلا أدلة. أنا يعني أشرح على اللي يقتنع بكلامك هذا. ما في واحد من الجالسين قال لك تعال، من قال، من أين صدر هذا الكلام أن أي واحد يخالف يقتل؟ ما في، ما يوجد هذا الخيال.